بمالك، شلون ممكن تساعدهم، شلون ممكن تنطي يعني تنطيهم دفعه امل انه القادم افضل في ظل ظروف محافظه عاشتها من ويلات داعش الى ازمه ماليه، ازمه اقتصاديه، الى ازمه سياسيه، ازمه داخليه حقيقيه في هذه المحافظه. تفضل يعني استاذ شيوان. ست هيفاء، يعني حقيقة محافظة دينا يعني بحاجة إلى إخراج القوات العسكرية داخل مركز قضاء الموصل والأقضية والنواحي لتسليم الملف الأمني إلى القوات الأمنية الأخرى، الشرطة وأفواج الطوارئ والأمن والمخابرات، ويكون هناك خارج هذه الحدود هناك صراع كبير داخل المحافظة وفي الأقضية والنواحي بوجود تلك القوات الهائلة المتواجدة هناك خلال مسافات قليلة، عدة كيلومترات، عدة سيطرات، ولكل جهة سيطرة. هناك عدم وجود تنسيق حقيقي في محافظة نينوى بين الأجهزة الأمنية والقوات المتواجدة. اليوم قضاء سنجار خارج إدارة محافظة نينوى، هل من معقول اليوم بوجود تلك القوات ووجود الجيش العراقي وعناصر الحشد الشعبي في قضاء سنجار وقوات غير عراقية تتحكم بقضاء سنجار ويمنع من عودة النازحين من أهلنا من الأيزيديين والمسلمين ومن العرب ومن كل المكونات والقوميات الموجودة، وتتحكم بخيرات وبقضاء سنجار وبمنع أن تعود الإدارة المحلية الشرعية إلى قضاء سنجار ونصب قائم مقام من قبلهم والمدير الناحية وإدارة متكاملة خارج الدولة العراقية والحكومة؟ هذا موضوع مهم جدا لاستقرار محافظة نينوى ولمشاركة الفعالة من قبل الناخبين إلى صندوق الإطلاق يوم 10 من تشرين بعد أيام قليلة. نحن سوف نكون إن شاء الله مع زملائنا الباقين إذا قالنا المواطن يعطينا الثقة الكاملة بالفوز في هذه الدورة الخامسة ولنا الدورة الثانية. سنعمل أن تكون محافظة نينوى بعيدة عن الصراعات الداخلية والإقليمية والسياسية، وهناك حياة مدنية في محافظة سياسية، إبعاد العسكرة وإبعاد كل المشاكل إن كانت إقليمية أو كانت سياسية، وإعادة إعمار هذه المحافظة المنكوبة ثم إعادة إعمار محافظة نينوى، إعادة إعمار مسألة مطار الموصل، مسألة اليوم دخل فيها كثير من المزايدات، بناء عودة تحدثوا عن المزايدات صحيح إكمال. نعم، بعيدة عن المزايدات أن نبدأ حقيقة بإعادة محافظة نينوى كما كانت دائما هي المحافظة الأولى. ونواب محافظة نينوى قدموا الكثير خلال هذه الفترة السابقة 3 سنوات من هذه الدورة إلى محافظة نينوى من خلال تواجدنا المستمر بين أهلنا وبين كل أبناء محافظة نينوى، وسوف نستمر إن شاء الله في دعم أهلنا في نينوى وفي بصرة وفي الأنبار وفي كربلاء المقدسة في كل محافظات عراقية. نعم، بس نريد نحن أيضا يعني بصراحة الوضع الأمني سيد النائب سيد شيوان، الوضع الأمني المتردي في هذه المحافظة، ونريد أيضا بصراحة إعادة التحقيق في قضاء مهمة جدا في هذه المحافظة. وأنت تعلم يا سيد شيوان أنه أغلب الناس اللي دخلوا السجون ربما كانوا مظلومين، ونحتاج وقفة حقيقية من نواب هذه المحافظة، نحتاج أيضا إعادة الساحل الأيمن كالساحل الأيسر. نتمنى أنه الحزب الديمقراطي يحقق مقاعد جيدة جدا حتى يقدر يخدم أهل وناسه في محافظة الموصل نينوى وأيضا في باقي المحافظات وفي إقليم كردستان. أشكر ضيوفي.